السلام عليكم أيتما، كلي ذا سمقول السيدة العائلة ومن عبد الله أتيوش كيسن ذا يا الإفراق أسا أنت سعود إعلان بالإفراق أسا أنت سعود أربعة 2019 كلي تسمي القول اللي جيس بمؤازرات القوى العمومية. تكري كل تسام مدنات زران نياد الفيسبوك وسام لي المدلي السيدة اللي اسمه كل ماتي يقال مكفوف ضرير اي زيكي زيكي دي معرفة الكروسة ذاتي المتحركة يسغى يا الناس يبنس تجميات يبنو الصغرادنس انت تمغارتنس دي ويتسن حكم فلاس المحكمة ياد يكري اسمه كل ظلمانا وعدوانا سيف ناس نداه لإفراغال من لو تكتي سربعة تكالا إذا الدوكاني فغاش كاين ذاتي سوف ناس نتداه غيلا هو عيب الله يكلي لنا كنيه الدولة بحق القانون جوج ميدنا ذاتي لي صغان صغار دنس السيدة إذا كليت سمقو المهات. السلام عليكم ورحمة الله. الله ينصر سيدي محمد السادس أجيس يقرضي البركة يتطير وانسي عزوك يتحلل الوعيان إزا سيدي ربي يسحر لكم البر الحلقة دي درد خلا يحمدون هالسكور هالطانسيو هالقلب هاي زري أدخل الله يسر خربي يريحني شكتتي في النظار نيحني حلو حسن دارت النح والفلاس نتعدى يدن الفلاح الواحد يجي يصير بالحق أتضوفهم كل شيء الأمة محمد رسول الله ما حودرار ولا زغار من غيد أرزاقورات أكل دسم وقل مسوى النور يتفلاح يغني الظلم يساحي لكم الباطل الله ينصر سيدي محمد السادس الله ينصر سيدي محمد السادس ولا سيدي العامل ولا جمعنا نسجس لقربي البركة أتجي جنح الصبح ربي وانا نتوقن سوانس يني لحق سيدي ربي أدى سيدي رجع ربي صلى خير أكون الصبح ربي الله يجزاير كنا الأمة محمد سيدي رسول الله نكي اسمية إذ يد الخديجة محمد وعلين ديت سكنا لقيت بازع ملوح كل شيء يا سيدي ربي كل شيء كل شيء يشبه كل شيء كل شيء السيدات تساول تمغات السيدات تمرض مسكينة على السكوار 5 غرام على 6 غرام على الطانسيو على الأعصاب أتي الكرتون جوا الدرس إلا نخي نشوف هذايا بدنا ديك دين عيشن وداك دا سفلني الخبرة أصاب نصل الإحباط مريض مدن كل شيء أفقير هذيك كنا 3 أيام تقريبا هيك الطعام اللي دارتني ويسن الله يرحمه ان السيد هذيك اللي تسمق قول ما مات نغيدها هي انا كان يشرف عليا من مدينه زنيت سابقا يقا ومين محمد يقا المرحوم مسكين كم السيد العامل اللي زرين لقديم هاتي موتي قليل اللي دارت غادي السيد هاتي مر تانتاش كيقول حيت البيت غي مسكين دارت الاعصاب 4 شهور تانتاي ونهار السبيطار المدناد عن طلاب من يتما اكلي تسمق قول عن السيده يصغى سلعه قدنس ولكا يشكي اريتيني كذا تيكمنس يبنات سلاح قنس سلعه رقنس يبنات الوثائق قنس هاك لي سمو قوم ها العقد البيع الا دار سيدة هاتي الاوراق الاصليه هي هاتي العقد البيع يا مسجل من 1998 سي إلي دارت الرخصة لسبنان مقطع ليه الزغن هاتي الرخصة البلدية لي سمقول من 1998 الرخصة البناء السيدة سميتن سويمين عبد الله بن محمد أصلية اللي دارت
توريق تاد يتسلم من السلطة الأعوان، السلطة المحلية الإدارية التابعة لعملية تجنيد، لي تيشكم رخص السيدات، لي تيسترخص البلدية، لي تيشكم الدونز، رخصة إدخال الكهرباء إلى المنزل، يشكم كذلك أمان السكميات. هاتني سميتنس غيلا السيدة ديوشكاد يتابعاتن شي الحكم وليكي وينس يحكم في الاسم غيلا اسم الإفلا اسم قوم الحالة مدنا ديقلين يزيد عباد الله مدنا غد أراني غرفة الزنيق أراني كجيبر دوز السيدات هاتي دوز غويد أدخل الدولة يسكن تكرم الدولة للمحسنين للناس المعنيين لهذا مرة أخرى نناشد جميع المواطنين المغاربة وخاصة ديال الناس ديال تجنيد سواء المنتخبون والأحزاب السياسية والسلطة المحلية والإدارية وكذلك المجتمع المدني وجميع الناس مناضلين والأحرار الوقوف إلى جانب هؤلاء لأن هذو كما تعلمون وقع عليهم حكم أقول حكم استئجاري يستنجدوا المحسنين وحالة بدون أن نتحدث عن حالة اجتماعية والإنسانة فهي محضة جدا جدا لهذا ندعوكم مرة أخرى جميعا كل من رأى هذا الفيديو يبارتاجيه شوفوا هاد الناس هادو والله العظيم الى مرض دابا تبارك وتعالى هاد السيدة دابا راه طاحت دابا والله المسكينة أصابوا بالإحباط ربي تبارك وتعالى يشوف بين هذا ندعو كل شيء ونداء في الدرجة الأولى إلى صاحب الجلالة محمد السادس شوفوا هاد الناس هادو يدخلوا من ظروف بعينهم الرحمة فهاد الناس المكفوفين مسنين وإلى صاحب الجلالة عامل صاحب الجلالة على إقليم تجنيد كذلك ادخل يكون من جانب هاد الناس هادو لأنه أقوله مرة أخرى فهم الناس مظلومين مظلومين لهذا من يريد مزيد من المعلومات أرجو الاتصال بهذا الرقم 06-76-64-32 06-76-64-32 هو حاليا راه ساكن في الدار ديالو جاليه الفراغ باش يخرج منو قصبات الأبلوح رقم 109 زنقة تيزنيت قصبات الأبلوح أشكركم جميعا كل من رأى هذا الفيديو يبارتاجيه وشكرا Thank you.